ايه موضوع حاج زيزو عمرو، يا استاذ عمر؟ القصة ايه، رايحة فين ونهايتها ايه؟ بص من الاخر كده، زيزو مستمر في الزمالك، وكل الكلام اللي بيتقال ده كلام لا اساس له من الصحه. في عروض، في عروض يبقى فيه صحة ماشي، للكلام. اقصد على ان انتقل وهينتقل وفي اتجاه للانتقال، ما فيش الكلام ده خالص. زيزو نفسه، اللاعب نفسه عايز يستمر في نادي الزمالك. لأنه هو مش يعني عايز يلعب درجة تانية، الناس لازم تقاهوا كده، والدوري القطري مش طموحه برضو الناس برضو. لازم تبقى فاهمه، زيزو بيلعب في نادي الزمالك، هيروح يلعب في نادي درجه تانية في الدوري السعودي، مع كامل الاحترام طبعا للدوري السعودي طبعا طبعا. وللناس السعوديه، كامل الاحترام، بس هو راجل لو العرض جاي من الاتحاد ولا الهلال ولا النصر اقول لك ممكن يكون في كلام، اوكي، لكن العرض جاي من نادي درجه تانية لا، صعب جدا. يعني ما زيزو كانش في كلام اصلا يا استاذ عمرو، في عرض، في عرض في واتناقش عرض ب 5 مليون، تم دراسته من نادي الزمالك؟ ما لا ما تمش ما دراسته. دي تصريحات المتحدث نادي الرسمي، الزمالك، نادي الزمالك رأيه واضح، ما فيش دراسة، نادي الزمالك قراره يبقى تصريحات واضح المتحدث جدا. الرسمي غلط بقى. ايه دخل المتحدث ما هو الرسمي؟ اللي قال نادي الزمالك جاله عرض وبيتم دراسته. ما انا بقول لحضرتك الدراسة ايه؟ الزمالك عارض اقل من 8 مليون مش مش هيناقش هبيع. عروض، تمام، مظبوط، فده اوكي. الموضوع منتهي. النادي نيون ده عارض 5 مليون، منهم 3 مليون حاليا، ومليون و2 مليون او مليون ونص تقريبا في يناير، فيعني بالتقسيط نادي الزمالك رافض هو الكلام كان ده هيدفع 3 مليون كاش و2 مليون في يناير، فيعني هتقسط المسألة. الزمالك رافض اصلا، الزمالك عايز 8 مليون، ممكن يقعد ويناقش العرض ده لو 8 مليون دولار، فبالتالي العرض مرفوض. هل خليني زيزو اسالك، نفسه عايز يستمر في الزمالك، لان زيزو عامل لغايه دلوقتي 78 جون او 79 جون تقريبا مع الزمالك، ما شاء الله عليه. فبالتالي في 5 مواسم او 5 مواسم ونص بالظبط، فبالتالي زيزو عايز يستمر مع الزمالك، يكمل انجازاته وشغله ويبقى لاعب من العلامات بتوع الزمالك، فبالتالي هو عايز يستمر وما عندوش العرض اللي هو، يعني انا زي ما انا قلت لحضرتك، لو عرض المغري بالنسبة له من يعني على الانديه المستوى الفني. المستوى الاول في محدش يعني ممكن يتناقش ساعتها. بس طيب، هل معنى كده ان زيزو هيجدد عقده مع نادي الزمالك؟ مؤكد زيزو هيستمر في نادي الزمالك وهيجدد عقده، ناقص سنة في عقده، مؤكد ناقص اوكي، سنه وهيتجدد، هيتجدد، هيتجدد. تمام، نادي الزمالك هيدفع نص القيمه، والنص الثاني هيدفعها رجل اعمال اللي هو استاذ استاذ ممدوح عباس، ممدوح عباس. اوكي، رجل الاعمال هيدفع نص القيمه ايه الثانيه، هي القيمة؟ 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه مبلغ كبير. هيتقاضاهم زيزو من نادي الزمالك في عقده الجديد 50 مليون جنيه. سنويا، كل سنة 50 مليون، يعني توتال 150 مليون. مليون ال دولار، 150 يعني مليون مليون دول دولار على في نادي الزمالك، مليون دولار في السنة. مليون دولار في السنة. انت شايف ده عقد كبير ولا بتشوفه عقد طبيعي؟ كبير طبعا، بس يليق بزيزو، زيزو لاعب كبير، انت في النهاية افضل لاعب لفترة طويلة في 3 4 سنوات، ويمكن افضل لاعب في الدوري المصري محافظ على مستواه، فبالتالي هو لاعب كويس، انت لو جبت لاعب بقيمته محترف هتدي له المليون دولار، اوكي، فبالتالي يعني اعتقد زيزو هو المفروض يبقى اعلى قيمة في الدوري طيب. المصري. استاذ علاء، رأيك ايه في القصة دي وفي قرار نادي الزمالك بالاحتفاظ بزيزو؟ يعني عمرو طبعا ادرى، يعني عمرو ادرى جوه النادي وعارف، بس انا شايف كل المؤشرات وكل تصريحات المسؤولين في نادي الزمالك وعلى راسهم المتحدث الرسمي بتقول ان زيزو قريب من الرحيل، يعني قريب جدا كمان، قريب بس جدا. النهارده نيوم سحبوا العرض بتاعهم لان في ماشي، مبالغه من نادي الزمالك، هو مش العرض من اليوم بس، يعني والعرض العربي العرض القطري اقل اصلا عرضه اقل من نيوم. بس كفايه ان دخل، فكل انه يدخل معناه ان في عرض، تفاوض تقصد؟ في تفاوض، فانا شايف ان يعني واضح كده، انا من خلال رؤيتي للمشهد بقول ان زيزو الاقرب للرحيل. وهل ده يكون الافضل للزمالك في ظل الازمات الكتيره الماديه، ولا بتشوف هو الاحتفاظ الافضل بزيزو؟ افضل ماديا، لكن الزمالك فريق كوره في الاخر وعايز بطولات، يعني جمهور الزمالك مش هيفضل كل سنه يتحمل ازمات ماليه. صح، انا مش هقعد اقول له السنه اللي فاتت عندي طبعا كذا طبعا، والسنه دي عندي كذا والسنه الجايه، يعني قيد لحد قيد امتى؟ قيد لحد امتى هستغنى عن اهم لاعب عندي، وحتى ما عنديش رفاهيه ان انا اجيب نجم سوبر من بره. وبعد كده حتى لو بعت زيزو بمليون دولار، يعني لو زيزو ياخد مليون دولار في السنه هنا، افضل عندي انا بروح اجيب لعيب من بره افريقيا يودي له مليون ونص دولار بس لازم اكون جددت له.
لا انا بقول لو عمرو بيقول 150 مليون جنيه في 3 سنين، يعني 50 جنيه 50 مليون جنيه في سنه، يعني مليون دولار. لا انا يبقى بقاء زيزو افضل ما ادفع مليون دولار اشتري بيه لاعب اجنبي. لكن انا شايف طبعا الافضل، طبعا الافضل كحل هو رحيل زيزو لحل ازمات ماليه، لحل ازمات لكن جمهور الزمالك لا، جمهور الزمالك صعب انه يتحمل كل الاخفاقات دي فتره طويله يعني. تمام. كيف سيحل نادي الزمالك ازماته الماليه وازمه القيد ومستحقات المتاخره وكل هذه الامور يا استاذ عمرو؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان في سبيل الكلام ده كله، في سبيله للحل اليومين الجايين القيد والله. القيد كويس. القيد مؤكد هيترفع. مؤكد مؤكد اوكي مؤكد هيترفع ماشي. القيد ده خبر جميل جدا. هيجيبوا لعيبه، في لعيبه يعني في اتصالات مع لعيبه كتير وفي مفاوضات وصلت لمرحله متقدمه جدا. وعايز اقول لك ان بن شرقي غالبا هيكون في الزمالك، بيقترب غالبا هيكون في الزمالك. فبالتالي لا، في صفقات مهمه في الفتره الجايه، وفي مهاجم افريقي على مستوى عالي هيكون موجود في الفتره اللي جايه، في ظهير ايسر هيجي من الدوري المصري لاعب كويس. مين هو؟ من الدوري المصري. لا، في لعيبه من الدوري المصري. في ظهير ايسر من الدوري المصري. ظهير ايسر من الدوري المصري، مين هو؟ هو لازم الاسماء؟ لازم. لا ليه؟ ايوه ده سؤال اجباري، ده خبر يعني، خبر حاجه تحسب لك انفراد. لا ظهير ايسر من انبي. طيب خلاص خلاص يا محمد حمدي، ظهير ايسر لانبي مرشح بقوه. اوكي. في اتفاقات مع الاستاذ ايمن شراعي رئيس النادي؟ في يعني غالبا اقترب. في اكثر من لاعب الزمالك بيفاوضوا، لكن عايز اقول في النهايه ان في صفقات، في لعيبه، بس الناس تهدى شويه. لان الناس على السوشيال ميديا يعني عامله تعذرهم يا استاذ عمرو، حظر لازم تعذرهم لان الوضع اللي بيمر بيه النادي الزمالك صعب جدا. ما بقولش حاجه، بس الناس تهدى، لسه الباب الخدمه اتفتحت. لسه فيعني نهدى شويه المساله. يعني مجلس اداره شغال في ظروف صعبه جدا. لازم الناس تبقى فاهمه ان في ظروف صعبه جدا بيمر بيها مجلس الاداره دي. بيحاول يفك كل شويه، يفك قيد كل شويه، يدفع فلوس مستحقات عليه مشاكل كتير جدا. يا عمرو ده الجمهور الاهلي اللي الاهلي واخد كل البطولات مش مستحملين الاداره في الصفقات. والاهلي عمال يجيب صفقات مش مستحملين. تخيل ما بالك بقى جمهور الزمالك. لا عليكم فرعون والله. لا بجد يعني ده الاهلي اللي كل يوم صفقه صفقه صفقه، او بيقترب من صفقه او يجيب على الاقل في كلام عن الصفقات يعني. لا وفي ناس جم بالفعل يعني، وفي ناس يحيى عطيه الله لاعب دولي كبير، واللاعب القطري ايمن يوسف ايمن منصور جم. يعني بقول لك شوف جمهور الاهلي رغم ان الاهلي عمل صفقات وبتاع وكده والدنيا ماشيه معاه، وجمهور الاهلي لا ضغط ضغط الجمهور على سواء اهلي او زمالك. طبعا انا كان بشكل عام. لا انا بقول لك مش مطلوب بالقوه دي يعني. انا بقيت كلامك يا عمرو ان حكايه ان جمهور الزمالك يعني. طب بتطمن جماهير نادي الزمالك يا استاذ عمرو؟